خد بنت للست. صباح الخير من صباح لحضراتكم متابعي موقع منصة أبو كبير ميديا. بسبب نص إرادة مراس حبيبة طفلة راحت ضحية طبعا خلافات على ميراث مستجرات وفرغت الحياة لبس المدرسة لسه بكيسه. النهاردة طبعا أولى جلسات المحكمة، الأسرة تحكي هذه التفاصيل. حبيبة عندها كم من 5 سنة؟ 11 سنة و 9 شهور ويومين. حافظهم حافظهم بالأيام؟ بنتي 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 أنا كان بعد بكرة تخش المدرسة، شاري لها كتبها شاري لها هدومها وشاري لها حسبي الله ونعم الوكيل. أنت كنت متعلق بحبيبة، احكي لنا كده تفاصيل. صاحبتي يا باشا، كانت صاحبتي، الميدالية بتاعتي كانت صاحبتي، حبيبة ديت كانت صاحبتي حتى مني. أي طلب لها ما كنتش عايزه عليها، لو البيت كله عايز مني أي حاجة قولوا له هات لنا من أبوكي. كانت صاحبتي، ما أروحش مشوار في مكان إلا وهي معايا. معاك صور حبيبة؟ معايا صور لحبيبة، معايا صور وفيديوهات لها وهي طفلة طفلة كانت بتحب الدنيا وبتحب كل حاجة. لما بتشوف الفيديوهات دي أنا عمري ما هنساها، عمري ما هنساها وربنا يسترها ان شاء الله. استقبلت الخبر ازاي وكنت فين ساعتها؟ انا كنت معايا، انا كنت بقى في مستشفى السيد جلال الجامعي اخر مره. شروش باين قعدت شهر وست ايام في مستشفى السيد جلال. لا قبل الواقع، قبل الواقع، قبل الواقع انا قاعد في الورشه وجاني الخبر بتليفون من نسيبه. انا اي مستشفى؟ الحقني تعالى انا في المستشفى. اي مستشفى خاصه؟ مصر. تمام. قال لك بقى ايه؟ الحقني الحقني في ايه يا محمد؟ قال لي الحقني نسيبه انا اخو مراتي. ايه في ايه يا ابني؟ قال لي الحقني. رحت جريت على المستشفى، رحت لقيت اخت مراتي متكسره ومتدغدغه ومضروبه في دماغها. في ايه يا ناس؟ قالت الحقوا بنتكم شوفوا فيها ايه. دخلت لقيت البت كوم ملفوفه في كوم جوه، ولا حول ولا قوه الا بالله. انت حبيبه كانت شاعره وكانت كانت كل حاجه حلوه يا باشا، كانت كل حاجه حلوه في بنتي، كل حاجة كانت حلوة في بنتي، مكانش فيها حاجة وحشة خالص. كانت بنت موت زي ما الناس كانت بتقول، كل بنتك بنت موت. لا النهاردة أولى الجلسات، أول جلسة لهم كانوا متحدد لهم على المحضر اللي عدى، لأن كان لسه البنت بنتها شروع فجات؟ كانت شروع في قتل. قبل ما معايا صورة المحضر. ما كانتش لسه توفت؟ لا ما كانتش توفت. أنا بقالي 3 شهور و7 أيام بجري بيها، من 2/6 لحد 7/9. يوم 2/6 يوم حد، كان يوم اسود علينا كلنا. حافظ التاريخ انت يا باشا؟ بص، راحت يوم الخميس 28 او 29 5. يوم الحد جاني الخبر، قعدنا بيها 28 يوم في المستشفى. طلعت من المستشفى والدكتور حذرنا، قال خل بالكم ان الضربه كان في على دماغ البت طين وعظمه وشعره، وبنسبة 97-98% هيحصل التهابات، فخلي بالكم. وفعلا كلام الدكتور صدق، ما عداش 3 أسابيع وكانت البنت بدأت تشتكي بدماغها تاني، بدأت أكشف عليها تاني عنده في العيادات الخاصة. ما كانتش بدأت تتحسن؟ ما فيش تحسن خالص خالص خالص، كانت في النازل. كتبت جملة صعبة، كتبت جملة وكانت كاتبة على الجدار عندنا في البلكونة، ما كنا للدنيا وما كانت الدنيا لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعت نفسها قبل الوفاة؟ اه. كتبت ايه تاني بعد اذنك كده؟ ما كنا للدنيا وما كانت الدنيا لنا، كلنا لله وإنا إليه راجعون. تنبأت بوفاتها. دي حبيبة بس قبل أن تفارق الحياة. كتبت على جدران المنزل. ما كنا للدنيا وما كانت الدنيا لنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت بتيجي تساعدني في الورشة، دي صورة لها وهي معايا في الورشة حضرتك. بس زود الإضاءة بتاعت الموبايل عشان نشوفها. دي صورة لها وهي في الورشة معايا، كانت بتناولني قد صورة لها وهي في الورشة معايا، بتناولني العد. هذا كان بالنسبة لك يا عم الحاج؟ بنت ضناي. وإيه كمان؟ ضناي صاحبتي، ميداليتي، ميداليتي. كنتش اعرف كان اي حد في البيت يعوز مني حاجه، اخوها امها ستها يقولوا لها هات لنا من ابوك اللي احنا عايزينه. ده راجل صاحبي، ده صديقي اسمه الشيم، يقول لك حبيبه دي كانت عندنا ايه. ده صديق. ربنا يصبرك.
الله يصبر قلبكم يا رب، جعلها ذكرى لكم في الجنة. ولنا هي سايبة ذكريات من كتبها ومدرستها. سايبة كل حاجة حلوة. سايبة كل حاجة. أنت قلتي إن قبل كده إن هي فرقت على الشارع كله قبل ما تموت. أوي عملت لهم سلاسل وعملت لهم غوايش وقالت لهم خدوا عشان تبقوا تفتكروني، دي ذكرى مني. قبل ما تموت بقد إيه؟ قبل ما أروح المستشفى بيوم، إحنا قعدنا في المستشفى شهر وسبعة أيام. قبل ما نروح بيوم. عملت لهم غوايش وعملت لهم سلاسل ليهم. فرقت على الشارع وقالت لهم خدوا مني عشان ما عدتش راجعه ثاني عشان ذكرى تبقوا تفتكروني بيها. كانت متنبئه بوفاتها. حس كانت حاسه بالذكرى. وقالت شعري لجدها قبل ما تموت برضه ان هي رايحه له. احنا ما كناش نعرف. نعت نفسها قبل ما تموت. الطفله حبيبه. الله يقدرك. ربنا يصبركم يا رب. زي ما حضراتكم شايفين الحال. ليه يعمل فيها؟ ليه عملت فيها زمايه الطفله دي؟ زمايه 12 سنه يعمل فيها كده؟ ليه زمايه؟ زمايه ايه؟ زمايه الطفله دي يعمل فيها كده؟ طبعا تفاصيل وفاة طفلة حبيبة ضربت بعوقة اللي خلاف على الرسم والسيكرات، هي ليس لها اي سبب في هذه الوقعة. جات لي تلعب معايا اقول لها تعالي احضنيني، تقول لي لا خلاص وعيالي ياخدوها بعيد عني تعالي انا عايزة احضنك، تقول لي لا. جت بعد ما توفت وقالت لوالدها كلمة، قالت له كلمة غطيني يالا غطيني. جت لي باباها في المنام وقالت له غطيني يالا غطيني. أنا هذه طبعا أولى جلسات طبعا متهمين بقتل حبيبة. هات طبعا هذه الوقائع طبعا بالنسبة لي اليوم طبعا اولى محاكمة المتهمين في قتل حبيب في تم الشروع في قتل المحضر السابق، وتنظر المحكمة في قصص العادل فيهم، احنا مش هنتنازل، هم بيساومونا لحد دلوقتي على اللي بيساومونا. عايزه الاعدام لهم، الاعدام لهم دي اللي هيبرد نارك، دي اللي هيبرد نارك، فأم هيبرد نارك. طب اديك هناك وانا صاحبتك. دي مش حال، دي مش حال ولا عم ولا ابن عم. ما كانش عندهم ولا قلنا يبقى عندهم ولا قلنا يلا، ما كانش عندهم ولا قلنا. شكرا اللي راجعون، شكرا للمتابعين والمتابعين. جايب انده عليا وراي على المستشفى. ليه في ايه؟ قال لي تعالي ورايا على